الدولار بقى بكام؟ هيضيع مننا الدولار، كام هيضيع؟ دولارات دولارات، اللي عايز دولارات خلاص موجوده في البنوك. مساء الفل. التعويم حصل والجنيه اصبح سعره زي اي سعر موجود في السوق، والدولار سعره على حسب السوق. تعالوا نشوف تجربه عملي. احنا دلوقتي في مكنه السي اي بي، هنعمل خدمات عشان نشوف الاسعار ايه. بنك جديد، يلا نشوف هنا السعر بكام. غير عمر هنا 33، الدولار الامريكي 30 جنيه. ايه ده، معقوله؟ الساعة دلوقتي 11:30. وهنا البنك العربي الافريقي، ايرور. طيب انا لسه خارج من البنك ده، قال لي انه سعر البنك مش هينفع يبقى مظبوط بالظبط، لانه السعر لسه بيتغير، وبالتالي مش هيقدروا يحولوا دلوقتي بالفلوس لغايه لما يثبت السعر على حاله. قلنا بقى للبنك الاهم والاكبر في مصر، البنك الاهلي. 52 جنيه 48 30. ده دلوقتي الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 12:15. دي بنوك مصر، وده المكان اللي بنصرف فيه الدولار اللي قلب الدنيا كلها خلال الفتره اللي فاتت. لكن الحمد لله حصل فكره جديده في البنك المركزي بتحرير سعر السهم. الدولار بقى زيه زي سعر السوق السوداء موجود في البنك بكميات، وانا اهو عملت تجربه عمليه شفتوها بس غير على تليجراف مصر. شفتم الفلوس وصرفنا الدولار عادي، الكميه اللي انت عايزها هتدخل وهتلاقي الدولار بالسعر اللي بره، لان البنوك كلها بقت موجود فيها، حتى المكن اللي سحبنا منه وجربناه. متواصلين مع حضراتكم، معاكم انا تامر مجدي، اهلا بكم في تليجراف مصر.